وادي الأحبة، وادي السدر والعسل والنخيل، إنه وادي دوعاً، وادي الأسرار والعجائب، حيث تتناغم ألوان الحياة المختلفة وتتقاطع وتلتقي لترسم لوحة مكتملة للوادي. تظهر هذه اللوحة صوراً من التاريخ العريق وأثر الإنسان وحضارته التي حفظت هويته على مر الأزمنة والعصور. ومن الألوان التي تبرز هوية وادي دوعاً ما يربط في حضن الوادي من القرى التاريخية والمعابد والمقابر الأثرية والمغارات والنقوش القديمة والكهوف والبوابات، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، والتي تدل على المكانة التاريخية لوادي دوعاً في تاريخ الجزيرة العربية. منك يا عسل ناطر رشفتي لي الخاطر للقلب الحزين، منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً قوت العاشقين. وتتداخل ألوان التاريخ والجغرافيا في وادي دوعاً، فهو يمتد من رملة السبعتين غرباً وينتهي بمصبه في سيحوت بمحافظة المهرة الواقعة على البحر العربي. ويعد وادي دوعاً واحداً من أكبر الأودية التي تصب شمالاً في وادي حضرموت الخصيب، ويشكل مساحة واسعة من جغرافية المنطقة، ويتفرع في نهايته الوادي الأيمن والوادي الأيسر، وتمتد على جانبي وادي دوعاً صفوف طويلة من القرى تتربع وسطها على امتداد الوادي غابات النخيل وحقول القمح والذرة وأشجار السدر، وتلتقي في دوعاً بدائع الضواحي وجواهر الواحات. وهنا نأتي إلى سر تسمية الوادي بهذا الاسم دوعاً، فكلمة دوعاً من دوع، وهو الوادي في اللغة الحميرية، ولأنه واديان فقد قيل دوعان، ولسهولة النطق سمي دوعان. ومن أهم ألوان وادي دوعان خيرات هذا الوادي من العسل الدوعاني الأصيل، فلا تخلو قرى هذا الوادي من المناحل أي الجبوح بين قليل وكثير، حيث يعد العسل الدوعني من العسل ذو الجودة العالية والذي يحظى بشهرة كبيرة في اليمن وفي دول الخليج العربي. والسر في جودة هذا العسل الأشقر مستخلص من أشجار السدر والشوكيات، والذي لم يتعرض لأي معالجات حرارية، وبهذا حافظ الدوعن على ألوان هويتها وخواصها الطبيعية. سالك يا عظيم الشان يا حنان يا منان، يا الله يا معين منك، ولدوعاً لونها الخاص في الطابع المعماري الفريد، حيث توجد في وادي دوعاً عدد من القصور والحصون والقرون الجبلية الشاهدة على فن عمراني بديع. وما زالت الأنماط المعمارية القديمة في وادي دوعاً شاهدة حتى اليوم، تجذب أنظار السائحين والوافدين، تحكي لهم عن روعة الماضي وأصالة عهد الأجداد وما أبدعوه للأجيال المتلاحقة على مر التاريخ. يجد الزائر لوادي دوعاً نفسه أمام لوحة معمارية بديعة تجسد أصالة الفن المعماري وتناغمه مع البيئة المحيطة، وكذلك ارتباطه الحميم بالمادة الطينية اللدنة. يجد الزائر لوحة خلابة تجمع بين الماضي والحاضر،
بين الأصالة والحداثة، وتتميز بكثرة الصور والألوان المعمارية. ففي منازل وادي ليسر بمديرية دوعاً تتدرج واجهاتها الأمامية المطلة على مجرى الوادي على صورة سطوح متراتبة الواحدة فوق الأخرى. بالنبي طه يبو الكون يتباهى سيد المرسلين لك يا عسل دوعد لك يا عسل دوعد. ومن أجمل ألوان الوادي والتي تشكل حياة الناس في وادي دوعن تلك الأسواق التي يرتادها الناس في أيام محددة من الأسبوع. فمع إشراقة الصباح يبدأ الباعة القادمون من مختلف مناطق دوعاً وخارجها بعرض بضائعهم على المتسوقين الذين يحرصون على أخذ احتياجاتهم الأسبوعية، وهي فرصة أيضاً يلتقي فيها أبناء وادي دوعاً من جميع مناطقه المختلفة. سوق الأربعاء في منطقة بضة بوادي دوعاً يعتبر قبلة المتسوقين من داخل حضرموت وخارجها، حيث سوق الصرافين وأسواق الأسلحة الأثرية والتاريخية وأسواق الأغنام والمواشي وسوق الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والحلويات والبهارات، إضافة إلى سوق السمك ومحلات بيع العسل الدوعاني الأصيل. وتضيف الرياضة في وادي دوعاً لوناً آخر من ألوان الحياة في هذا الوادي، حيث توجد العديد من الأندية الرياضية المعروفة مثل نادي دوعاً ونادي الهجرين، وكذا الأنشطة الرياضية المختلفة مثل اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم وكرة الطائرة وألعاب القوى وتنس الطاولة والشطرنج. كما يوجد في دوعاً جمهور رياضي يدعم الرياضة والرياضيين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الشبابية والثقافية والاجتماعية الأخرى. بنت تكفيني يا مسكوب في صيني كالماس الثمين.